خليني أعرف مزيد من التفاصيل مع الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين يا فندم. يعني الحقيقة الحوار الوطني ورفع كل التوصيات إلى السيد الرئيس، ماذا تنتظرون من كل مدار من مناقشات في لجان الحوار الوطني المختلفة؟ يعني خلينا نؤكد بس على الدعم الكامل من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني منذ إطلاق المبادرة في 26 إبريل في إفطار الأسرة المصرية 2022، وما تلاها من أو تزامن من معها من تفعيل لجنة العفو الرئاسي، مرورا بالاستجابة السريعة خلال 24 ساعة في مارس الماضي لمشروع ومقترح تقدم به مجلس الأمناء بشأن استمرار العمل بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، خاصة وهنا نفكر السادة المشاهدين بأنه الإشراف الكامل على الانتخابات وقتها أدرك مجلس الأمناء وانتبه على أنه هذا الإشراف القضائي سينتهي في 17 يناير 2024، لأنه في نص الدستور يستمر 10 سنوات بدءا من 18 يناير 2014، وبالتالي كان العشر سنوات سينتهوا في 17 يناير 2024، والسيد الرئيس استجاب وكانت استجابة سريعة وأحال إلى الجهات المعنية هذا المشروع. هذه نقطة. النقطة الثانية، أيضا عندما تحدث السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ويعني وجه الكلمة لكل المصريين وفي القلب منهم القوى السياسية والتيارات الوطنية وثقته التي كانت واضحة في كل رموز السياسة في مصر، ويعني ثقة في قدرتهم على البناء والنهوض بالدولة المصرية والعبور بالأزمات والوقوف يدا واحدة أو يدا بيد من أجل هذا الوطن ومن أجل الحفاظ على استقرار هذا البلد والنهوض به. ويعني أيضا خلينا نصل إلى يعني كلمة السيد الرئيس ووعده في المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب بالإسكندرية، وعندما تعهد السيد الرئيس أمام كل المصريين بل أمام العالم كله أنه يعني سيقوم سيادته بالتصديق على كل ما يقدمه الحوار ما يتفق عليه إدارة الحوار الوطني دون قيد أو شرط، وهذه الرسالة يعني واضحة وقوية لدى وألق وجاءت بنتائج إيجابية وصدى كبير وواسع في الشارع السياسي، وصولا إلى استجابة الأمس الحقيقة السريعة للمخرجات والنتائج التي رفعها مجلس الأمناء ومستمر في تكملة رفع ما تبقى من قضايا ومخرجات. كل هذا يحمل عدة رسائل. الرسالة الأولى أن السيد الرئيس يضع المواطن أولوية قصوى في فلسفته واستراتيجيته في إدارة البلاد. واحد. اثنين، أن السيد الرئيس يدعم دعما كاملا الحوار الوطني وكل العاملين فيه وكل التيارات السياسية. ثلاثة، أن القيادة السياسية ورأس الدولة المصرية تفتح يداها ولكل الألوان السياسية الوطنية للمشاركة في صناعة قرار وخلق مساحات مشتركة تقودنا نحو جمهورية جديدة. أكيد. رقم أربعة، أن الحوار الوطني يلقى كل هذا الدعم وأنه لديه رغبة ولدى القائمين عليه رغبة وشغف كبير جدا بتقديم كل القضايا التي تتماس بشكل مباشر وغير مباشر مع المواطن، وهدف الرئيس في الجلسات الرئيسية سواء في مجلس الأمناء منذ تشكيله 2022 أو في الجلسات العامة التي بلغ عددها 60 جلسة وناقشت 70 قضية أو في الجلسات المتخصصة التي استمرت طوال الفترات الماضية وصولا إلى جلسة الأمس، كان المواطن هو عنوان لحصاد
الفترة الماضية، أو خلينا أقول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني. طيب خليني هنا ناخد نقطة كده، ويعني قبل يعني ختام كل هذه التفاصيل اللي حضرتك ذكرتها مشكورا، خليني أعرف أنا لو مواطن، أنا هسأل السؤال التاني، هقول طيب بعد رفع كل هذه المخرجات والتوصيات إلى سيادة الرئيس، هيبقى النقطة اللي بعدها هو تحويل سيادة الرئيس لكل هذه الأشياء إلى الجهات المختصة، إما تنفيذا في بعض المجالات وإما تشريعا في مجلس الشعب. رأي حضرتك إيه؟ يعني إمتى المواطن هيقدر يحس بكم التوصيات اللي خرجت، وهتكون فين، والتنفيذ هيبقى إزاي؟ أولا أنا أحيي حضرتك على هذا السؤال المهم، وثقة المواطن وثقة القوى السياسية تأتي من أن ضمانة هذا التنفيذ هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه هو أولا سيادته هو الذي أطلق المبادرة، وسيادته هو الذي تعهد دون قيد او شرط بالتصديق. وهنا هناك في اطار صلاحيات، يعني طالما ان هذه التوصيات في صلاحيات السيد الرئيس القانونيه والدستوريه تنفذ، وطالما انها لا تتعارض مع الدستور والقانون تنفذ، وبالتالي هنا الثمار يعني أكاد أراها أمامي خلال الساعات بل الأيام القليلة القادمة. وأنه يعني هنا خلينا بس نفتح قوس ونقول لا يمكن أنه يحصل توافق بين كل هذه القوى السياسية حول مخرجات وتوصيات ونتائج لنقاشات إلا لو كان لديهم شواهد ثقة. أكيد. عموما أنا بتفق معاك جدا، بنتمنى أن شواهد الثقة زي ما حضرتك قلت، والتنفيذ كمان في النهاية هيكون لصالح المواطن المصري أيا كان في أي مجال نتحدث فيه، وبالتالي هو لصالح المجتمع والدولة. الحوار الوطني خرج من أجل المواطن وينفذ من أجل المواطن. نتمنى كل الخير بإذن الله، وشكرا على كل المعلومات والتفاصيل. الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أشكرك شكرا جزيلا.